طب دخل معاهم ليه؟ قبل يبقى ما انا بقول لحضرتك ده كلامه كان معاهم دايما. لا لا انت بقى اتكلم الدكتور سياده اللي هو مراد موافي ولا عاوز يطلع بقى يتكلم. عيب يسكت بعد كده، عيب عليه وعلى شرف مهنته وبدلته. يتكلم في ايه؟ قال لي انا يوم 19 يوليو في مكتبه عندما طلبني بالتليفون وقال لي عاوزك ضروري ورحت له يوم 19 يوليو 2011 لما كان رئيس المخابرات. انا كنت حتى في ساعتها بعمل مؤتمر على المبادئ الاساسيه للدستور في في مدينه نصر. قال لي احنا عندنا فيديو صوت وصوره للبرادي وقاعد مع مجموعه امريكاني بيتكلم باللغه الانجليزيه ويقول بالحرف الواحد الشعب المصري احقر شعوب العالم. انا عاوز يطلع يا يقول لي كان بيكذب عليا يا يطلع الفيديو ده دلوقتي. سياده اللي هو مراد موافي ارجو تكون سامعني، دورك دلوقتي لو تخبي عمل غير وطني، ده معاده علشان الغرب يعرف ان ده راجل خاين لبلده اللي يقول كده، او يبقى الدكتور اللي هو مراد موافي كذب عليا يطلع هذا الفيديو. طب اكمل لحضرتك حاجه انا قلتها امبارح. ايوه يا فندم. في نفس الاطار قال لهم برضو نفس الكلام اللي هو كتب وصيته، لو مات مش هيدفن في البلد اللي كذا اللي شعبها كذا، شتم لفظ ما ينفعش اقوله، هو قال كده. لا انا بقول له حاجه، هو قال ما اعرفش، انا بقول لك اللواء مراد موافي عندما كان يتولى رئاسة المخابرات العامة طلبني بالتليفون يوم 19 يوليو سنة 1911 2011 عشان يقول لي ما ايه اللي نقدر نعمله عشان نهدي الشارع. كان ساعتها اعتصام يوليا كان يعني كان قالق الدنيا كلها، وبعت له بعد كده جواب في 31 نقطة